أهلا وسهلا فيكم بأرسون بوز. في تكنيك مهم كتير لراحة البال وللسعادة بهالحياة، هو إنه الإنسان يكون عنده مناعة ضد المقارنة. ما تقارن حالك بغيرك، لا أنت تقارن حالك بغيرك ولا تسمح لحد يقارنك بغيرك، لأنه مبدأ الفكر الاستهلاكي هو اللي بيعيش على فكرة المقارنة. أنا بقارن حالي بفلان، فلان عنده شيء أنا ما عندي إياه، بدي روح جيبه هذا الشيء حتى لو كنت أنا ما بالضرورة محتاجه لهذا الشيء، بس لازم جيبه لحتى أكون مثل فلان. ليش؟ أنت بهالحالة ربطت تفكيرك وربطت كينونتك بالحصول على هذا الشيء لحتى تكون أنت ند لهذا الشخص لأنه أنت قارنت حالك فيه. طب أنت وين؟ أنت شخصيتك، أنت وين أفكارك؟ وين قناعاتك عن نفسك؟ هل انه انت بتعتبر نفسك اقل من الاخرين، وانه انت لازم تركض وراء ثقافة الامتلاك والاستهلاك لحتى تكون ند ومثيل للاخرين؟ انتبه، لا تسلم الاخرين زمام حياتك. انت لما تكون عم تقارن حالك بالاخرين بتكون عم تسلمهم زمام حياتك. انت من وقت ما خلقت على هاي الدنيا انت انسان مميز، انت انسان كامل. كامل يعني في عندك كل الأدوات اللي بتسمح لك إنه أنت تعيش حياتك براحة وبهدوء وبصفاء وببهجة وبمتعة وبرضا. عندك كل الإمكانيات. بيصفي علينا إنه نحن درجة الوعي تبعنا ترتفع شوي لحتى نفكر بهذا المنطق. كل ما غزوا فينا مبدأ إنه أنت لازم تشوف فلان ممتاز، شوف لك عمين مثله، اشتري مثله، جيب مثله، روح مشوار مثله، سافر مثله. مبدأ المقارنة بيغذي شو؟ فكر الاستهلاك، واللي هو تعتاش عليه هالشركات الكبيرة اللي عم تخلينا نشتري ما لا نحتاج بما لا نملك. يعني عم تخلينا ناخد بطاقات كريدت كارد نتدين مشان نشتري أشياء نحن أصلا ما بنحتاجها، نحن نشتريها بس مشان نقارن حالنا بالآخرين. فانتبه، انا بنصحك انه انت تبعد عن هاي الدوامه نهائيا، بانه انت انسان اوريدي، انسان محترم، انسان عندك ميزات وعندك امكانيات بتخليك في منأى عن اي مقارنه. انا بتشكركم على مشاهده هذا الفيديو، وبتشكركم على متابعه الفيديوهات الجايه اللي هنحكي فيها اكثر عن انه كيف نحن نصير افضل.